ويانا درس لذيذ هيموريج. هيموريج معناها نزيف. لما نحكي ونقول نزيف معناها انه الدم طلع من برا الفيزل نتيجة انجري، نتيجة اي سبب ثاني، هنقولهم واحد واحد. طيب اذا معنى او تعريف لهيموريج هو extravasation للبلد from vessels which occurs in variety of settings. يعني عدة عوامل مختلفة. extravasation extra يعني خارج، و vasation معناها انه البلد طلع خارج الفيزل. طيب ممكن تكون يا اما نزيف داخلي او خارجي، هذا شيء يعني معروف عند الكل تقريبا. فيا اما تكون external يا اما تكون internal. ولما تكون نزيف داخلي هذه تكون موجودة ضمن النسيج نفسها، تمام؟ هذه يسموها ورم دموي، هيماتوما يسموها. طيب أنا أريد أفهم شيء بسيط على الهيموراج هذا. لما يصير هذا الفيزل مالتنا، لما يصير إنجري في الفيزل وول، هنا واحد من الاثنين يشتغل لك على حسب، تمام؟ أو اثنين مع بعض. إما البليتلس هي اللي تشتغل لك الصفائح الدموية مالتك عن طريق إنه هي تتجمع وتروح تقوم تسد لك هذه القطع اللي صارت هنا. هذه شو وقت لما تكون عندك قطع في الفيزلز صغيرة. لما تكون القطع عندك كبيرة، تمام؟ يقوم يشتغل لك البليتلس ويا هذه العوامل، عوامل نسميهم التجلط، عوامل التجلط، تمام؟ 13 عامل تجلط عندك، كلها هدفها انه تكون لك شبكة من الثرومبس، تمام؟ بحيث تقفل لك على هذا الجرح الكبير. على العموم احنا بالنهاية نريد ان نكون شنو؟ كلوت فورميشن. طيب انا راح اسألك سؤال، ايش وقت راح يصير هيموراج مثلا؟ واحد ايش وقت يصير عنده هيموراج؟ يا اما البليتلتس مالتك مو شغاله، او الكلوتينج فاكتورز مالتك عندك بيها مشكله. حتى لو صارت نزيف هذول يشتغل وتسوي لك شنو؟ كلوت فورميشن. طيب اذا هذول بيهم مشكله، هذا اللي احنا نريد هسه نعرفها. نجي على اول مشكله اللي ويانا نسميها بيتيشيا. بيتيشيا هذه عباره عن نقط صغيره من الهيموراج، تمام؟ حجمها من 1 إلى 2 ملي، وتكون ظاهرية على سكن أو ميوكس ميمبرين أو سيروزال سيرفس. يعني إما تكون ظاهرية على جلد مالتك أو غشاء المخاطي مثلا، لو تأخذ أورال كافيتي مثلا بيها غشاء مخاطي أو ميوكس ميمبرينز أو سيروزال سيرفس، هذه اللي تشوفها في جي آي تي مثل الظاهر عندك في الصورة، تمام؟ هذه نقط حمراء كلش دقيقة، هذه نسميها بيتيشيا، هذه هيموراج. تشوف هسه هذه الانتستن همين صاير بيها بيتيشيا كلش دقيقة. طيب أسبابها بالله شنو؟ يعني هي إلها علاقة، الهيموراج هذه إلها علاقة بشنو؟ فدي يقول لك هي locally increased intravascular pressure، pressure جوا الفيزلز زادت بشكل كبير، زين؟ أو عندك low platelets count. بعد ما صارت الهيموراج مفروض قلنا يطلع البليتلتس وهي تصلح الموضوع لو جرح صغير. طيب لو ما عندك البليتلتس ايش راح يصير؟ فبالتالي الهيموراج هتزداد وما نقدر نصلح الموضوع. فلما تقل البليتلتس هذه نسميها مصطلح، نسميها ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبو هي اللي هي البليتلتس، اللي لما تكون لك ثرومبس جاي من هذه الكلمة. سايتو يعني خلية، ما هي صفائح دموية هاي همينة خلايا، وهذه الخلايا لما تقل عددها نسميها ثرومبوسايتوبينيا. طيب أو عندك بليتلتس لكن ما شغالة، تمام؟ خربانة، هذه نسميها ديفكتيف بليتلت فانكشن. أو ممكن عندك مشكلة في clotting factors، في عوامل التجلط، تمام؟ نقص عندك بيها، هذه 13 عامل ممكن ما تشتغل أو ممكن نقص بيها بحيث
تعيق لك عملية الكلوت فورميشن بير بيورا. بير بيورا هذه باللاتيني معناها إذا تريد تكتب يمها بنفسجي، لأن هيموراج اللي إحنا حنشوفها هنا تلاقي لونها صايرة تقريبا بنفسجية. طيب على العموم هي تكون شوية أكبر من اللي قبلها، slightly larger، من 3 إلى 5 مليمتر. تمام، ودي يقول لك هذه همنا تكون لها علاقة بشوية شغلات اللي راح نقولها. دي يقول لك many of the same disorders that cause petechia، مثلا دي يقول لك especially platelets disorder. قبل شوي لما أخذنا البيتيشيا اللي كانت لها علاقة بعدة سوالف، clotting factors ومدري platelets count أو platelets نفسها الفانكشنز مالتها، زين هاي كلها عوامل كانت مرتبطة بالبيتيشيا، هي نفس البيتيشيا ممكن تسبب لنا هي هذه السالفة اللي هي بيربيور، نفس العوامل يعني، أو ممكن يتسبب عن طريق التروما، واحد انضرب مثلا بآلة حادة أيا كانت يعني، أو ممكن التهاب في الأوعية مالتك، هذه نسميها vascular inflammation أو vasculitis، IS inflammation قلنا vasculitis معناها inflammation في الفيزل. وعندنا مثال عليها هينوك شو لين بيربيورا، هذا المثال مالت البيربيورا، تشوف تقريبا لونها صايرة على البنفسجي ماشي، وحجمها أكبر من اللي قبلها. إيكيموزس، إيكيموزس هذه اللي نسميها كدمات، هنشوفها بعد شوية، وهذه تكون larger من 1 إلى 2 سامتيم، هذولاك بالمليم حسبناهم، لكن هذا أكبر، وهي عبارة عن شنو؟ ورم تجي تحت الجلد، تمام؟ subcutaneous hematomas. هذه سببها كدمة، منين تجي؟ أكيد من التروما أو inflammation في الفيزل. والكاركترستيك color في إيكيموزس، الإيكيموزس هذه أو الكدمات لما يجي للشخص تلاقي بيها عدة ألوان يعني، تمام؟ يتغير كل شوية لونها يتغير. فدي يقول لك سبب اللون هذا كل شوية اللي قاعد يتغير هي أريثروسايتس أو الار بي سيز، تمام؟ الار بي سيز هذه جواها طبعا أكو هيموغلوبين، تمام؟ هيموغلوبين هذه يتكسر وينطينا شوية ألوان. طيب حنقولها واحد واحد، بس نقول منو اللي يكسر شنو الار بي سيز. الار بي سيز يتكسر عن طريق خلايا بلعمية، تمام؟ فاجوسايتس، فبالتالي تسوي لي هذه الألوان. طيب ممكن تقول لي الألوان شلون حتتبين عندنا؟ أول شيء عندك جو الار بي سيز، الار بي سيز لما تتكسر تطلع عندك هيموغلوبين. الهيموغلوبين هذا نعرف انه لونها يما تكون أزرق يما تكون بلو، فبعدين تتحول عندك الهيموغلوبين، تمام، الى بيلوروبين، وهذه تتحول من ازرق الى اخضر، وبيلوروبين هذه بالنهايه تتحول الى هيموسيدرين، تمام، وهذا لونه يكون شنو جولدن تو براون، يعني ذهبي الى بني تقريبا. سيدرين معناها الحديد، وهيمو دم الموجود في الحديد، لون الحديد هي احمر تقريبا يعني مثل ما نعرف أحمر هيجي على صفار، لذلك تشوف بيها عدة ألوان. من هذا إيكيموزس، هذه هي الإيكيموزس مثل ما نشوف، هذا هنا هم يعني جاي لهذا الطفل. عندك من الشغلات المهمة اللي إحنا تقريبا أخذناها في الإديمة، بس هنا راح نذكرها طريقة ثانية. إحنا أخذنا إنه المي لما يتجمع في الكافيتيز هذه سميناها إديمة، هالمرة حناخذ الدم ممكن هم يعني يتجمع في نفس الكافيتيز اللي اخذناهم، تمام؟ فده يقول لك large accumulations للبلد in one or another of the body cavities، تمام؟ كولد على حسب المكان، لما تتجمع لك المي على حسب المكان في جسمك، مثلا لو اخذت هذه lung بتشوف نصها التحتاني تقريبا كلها مليان شنو؟ مليان دم، هذه وين موجودة؟ في بلورة اكيد، ما هي في بلورة قلنا هذه هي كافيتي، فهذا يسموها هيموثوركس. هيمو معناها شنو؟ معناها دم، ثوركس معناها دم في الصدر،
طيب أنت حتبدل الهيدرو بس بالهيمو، هناك هيدرو ثوركس كانت، هسه هذه هيمو. لتشوف هيمو بريكارديوم هيانا، هذه عندك البريكارديوم، لتشوف الغطاء مالت القلب هي مليانة كلها دم. عندك شنو بعد؟ هيمو بريتونيوم اللي كانت في البريتونيوم هاي الطبقة. وإضافة إلى شغلة ما إحنا هناك ما أخذناها، هيمارثرايث أرثروزس، هذا اللي يجي لك في الجوينتس، تمام؟ أرثروزس معناها هي جوينتس، تمام؟ بس باللاتيني. فجوينتس سمينا طبعا بيها فراغ، وهذه الفراغ مفروض بالطبيعي بيها فلويد، اسم الفلويد سينوفيال فلويد، هذا سائل تقريبا دهني يسهل لك الحركة، تمام؟ فممكن من التروما أو أي كان السبب يحصل فيسبب لك مشاكل في الفيزل، ويسبب بيها accumulation للبلط في هذه الكافيتي. شوية significance عندنا للهيموريج، طبعا هو دي يقول لك تعتمد على شنو؟ تعتمد على حجم و كمية الدم أو معدل الدم اللي فقدناها في نفس السايت. هذه أول نقطة. بيقول لك rapid removal of as much 20% من ال blood volume أو slow losses of even larger amounts may have little impact in healthy adults. Typically no change in vital signs. يعني لو كان شخص عندنا شخص عادي، تمام، حتى لو هو فقد 20% من كمية الدم مالته، ولكن طريقة يعني بطيئة أو بشكل بطيء، هذه ما راح يأثر عليه. لكن المشكلة، تمام، المشكلة لما الشخص هذا يكون عنده أمراض. على كل فده يقول لك greater losses can cause hemorrhagic hypovolemic shock. أنت عندك دم، البلد هذا لما يقل في جسمك نتيجة الهيموراج العالي، تمام، عندك هيموراج كلش قوي، فبالتالي انت تجي بحالة نسميها هايبو بوليميك. هايبو يعني نقصان، بوليميك يعني يقصد بها الفوليوم، فوليوم مالت البلد. فخلاص بهذه الحالة الانسان يغمى عليه، ماشي. دي يقول لك مكان الهيموراج جدا مهمة لازم تعرفها زين، لان ممكن هذه البليدينج من الزيف هذا ممكن يجي في سبكوتين واستشو في أماكن يعني اللي نقول حرجة، تمام، ترايفايل، وهذه الأماكن ممكن يسبب بيها وفاة، تمام، موت يسبب بيها مثل البرين. طيب كرونيك أو ريكارنت اكسترنال بلود لوس، يعني واحد لو عنده نزيف بشكل مزمن عنده هو كل مرة ينزف، تمام، او recurrent external blood loss، يعني recurrent معناها ينزف ويختفي بعدين يرجع لمرة ثانية، تمام. مثال انطيني عليه، مثلا peptic ulcer او عندك menstrual bleeding. peptic ulcer هذا الناس اللي عندهم قرحة زين، القرحة هذه الالسر هذه نسميها يعني تآكل صار في طبقات مال الجدار. طيب أو من سترول بليدينج أو الدورة الحيضية، هذه كلها طبعا يفقد بها الشخص دم. causes a net loss of iron، هنا الشخص يجي له شنو؟ يجي له iron loss. زين الايرون هذا وين موجودة؟ الRBCs. الRBCs هذا وين موجودة؟ في بلد. زين انت لما تفقد الايرون وبفترات طويلة كرونيك، زين هذا الانسان شنو يجي له؟ يجي له ايرون ديفيشينسي انيميا، انيميا نقص الحديد. وهذه صوره لبرين اللي مثل ما تشوف صاير بيها شنو؟ صاير بيها هيموراج، زين، وهذه تكون طبعا فيتال.